أنا مستني نور الفجر لما يبان، أنا امبارح أنا بكرة وأنا الإنسان. برحب بالكابتن الكبير الشاعر والإنسان جدا كابتن أحمد ناجي. أولا يعني عايز أقول لكم حاجة، أنا جاي طبعا عشان أشوفكم، لأن جاي طالع من التمرين على الشاور على العربية على القاهرة الحمد لله من اسكندرية، بس طبعا جاي النادي الأهلي، جاي بيتي وجاي أبقى في وسطيكم. سعيد جدا ان انا جاي النهارده عشان اقول للنادي الاهلي الف 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 مبروك ببرونزيه كاس العالم. طبعا انا حاسسها كويس جدا لان انا عشتها وحصلت لي. وبقول لهم كلهم برغم كل حاجه وبرغم كل اي حد مش عاجبه، انتوا عملتوا حاجه حلوه جدا 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 جدا، زي ما مسؤولينكم بيقولوا كابتن سيد وكابتن محمود وكل الناس اللي في النادي، خلاص الاحتفالات اقفل زي ما كنا بنعمل مع لعبتنا ونبتدي مشوار البطولة العشرة إن شاء الله. ببارك للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، كل أعضاء مجلس الإدارة، أخواتي وأصحابي وحبايبي كلهم بلا استثناء، ودايما النادي الاهلي مفرحنا وجالب لنا السعاده والحب والفرح، ودايما يا رب ان شاء الله. انت مشرفنا يا كابتن، وبنشكرك طبعا على وجودك معانا في بيتك، في بيت النادي الاهلي. قبل ما نتطرق للبرونزيه، وانت كنت واحد من زي ما انت بتقول حسيت بهذه الفرحه وهذا الانجاز في 2006، النهارده كمان ذكرى وفاه اسطوره من اساطير النادي الاهلي، والكابتن ثابت البطل. لو هنقعد نتكلم عليه هناخد حلقات وحلقات، لان على المستوى الفني حدث ولا حرج، كمان على المستوى الانساني وعلى مستوى حب الكيان، كابتن ثابت مرتبط وكل كلامه عن كيان النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. كابتن عايز اقول لك يمكن اخر 8 ساعات في حياته عشناهم سوا. كان عندنا معسكر في 6 اكتوبر عشان كان عندنا ثاني يوم ماتش الزمالك اللي كسبناه 3-0، وقعدنا اتكلمنا كلام كتير جدا جدا جدا، كلام على اسرته وعلى اسرتي قبل ساعات من رحيله. انا بدخن، شتمني وهزقني وقال لي النادي الاهلي محتاجك. هو لما انا مستر مانويل طلبني المره الثانيه، كنت في ليبيا مع الكابتن انور، جه قعد معايا قال لي بص المدرب مش عايز ينزل الملعب الا لما انت تيجي. انا مش عايزك لكن هعمل ايه؟ المدرب عايزه. طلعنا معسكر المانيا، قعد معايا في التمرين، شاف التمرين قال لي انا عايز اقول لك حاجه، انسى كل الكلام اللي انا قلته لك، انت مدرب جامد قوي، انا احسن حد شفته في حياتي بيشتغل مع الحراس. ومن هنا بدات العلاقه تبقى قويه جدا. اليوم اللي قبل ما يموت فيه 8 ساعات بنتكلم بقى عن حنان واولاده والحكايات والروايات واولادي ومراتي 8 ساعات وكان قلبكم حاسس. يعني بعد المباراه انت فاكر المشهد بتاع البطانيه؟ طبعا بنغطي فيه وكده. قلت له ثابت، الحمد لله ثابت 3-0، احنا كسبنا 3-0. اخر كلمه سمعتها من ثابت البطل قبل ما يتوفاه الله، كله محصل بعض. قال لي كده بالحرف، كله محصل بعض. عشان كده كل ما بتيجي ذكرى، يوم ذكرى، انا بحمد ربنا وما بتفرقش معايا حاجه. لانه فعلا كله محصل بعض. كلمه واحد رايح يقابل ربنا، واحنا كسبنا 3-0 دي مع الزمالك بتبقى يعني ليله طبيعي. هو قال لي كله محصل بعضه، يعني الدنيا دي خلاص مش شايفها ولا حاجه. الدنيا مش شايفها، ما هو مش شايفها. هو ده درس انه يعني ايه التنحر والتصارع على الدنيا. ده الدنيا ولا حاجه. كابتن احمد، انا عايز اتكلم فعلا عن المشهد ده اللي احنا شايفينه مع حضرتك والجمهور على الشاشه، لحظه لما كان متغطي ببطانيه. هو في الوقت ده كان حاسس بايه؟ يعني ليه صمم كمان انه يبقى موجود في الملعب لاخر نفس؟ ليه كان حاسس انه يعني لو روح دلوقتي لا، يعني ده مش افضل؟ كانه حتى بيودع اللعيبه، بيودع الملعب. عايز اقول لك اليوم اللي قبله، اليوم اللي قبله كان عندنا التمرين الخفيف، انا ما بيبقاليش الدور في التدريب الخفيف. اللعيبه تمرن مع المعد البدني، حتى الحراس كمان. وانا قاعد معاه في الباص،
حاطين الباص في وش الملعب في 6 اكتوبر وهو حالته صعبه جدا وانا قاعد معاه في الباص. يعني كانت حالته صعبه كان جدا. ايه بقى ابتدى يحس بايه وقتها؟ هو عايز يبقى مع الفرقه. هو مات يعني زي النخل حبيبي واقف صلب يعني صلب ودايما كابتن يعني كان حالته صعبه جدا. ثابت روح ثابت مش هروح انا قاعد مع الفرقه. هو حس كابتن ان ده بيته وراح الملعب واعتقد ان هو مات في الملعب. ودايما انا شخصيا بقول انا نفسي اموت الموته دي بعد عمر طويل. وانا بشتغل وانا في الملعب وانا لسه موجود. عارفه ازاي؟ بعد عمر. فهي مات موته حلوه في وسط ولاده في وسط اخواته. صح. ويعني عايز اقول لك ان انا جريت على المستشفى وكنت عامل زي المجانين. لانه بلغوك ازاي بقى؟ كنت فين ساعتها لما كلموك؟ روحت إيه؟ كان في سعيد الاداري سعيد احمد. اول ما روحت بعديها بساعتين قال لي ثابت توفى الله حبيبي. فجرينا طبعا كلنا على المستشفى بقى. ويعني يوم الصلاه على عليه في المسجد كان في مصطفى محمود. انا مش عايز اقول لك ان اللي كان العدد اللي في الاستاد كان موجود في الشارع الشهاب. ويعني حاجه يعني تخض برضه. يعني مشهد رهيب جدا. وده برضه نوع من انواع دايما يقول لك كده اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه. لا هو وده كان واضح في حياته ومماته كمان. بصي كان يعني صريح ازاي لما يقول لي انا مش عايزك بس المدرب عايزك. واحد صريح. لكن بعد كده شوف قد ايه لما ده كان اول لقاء بينكم. قال لك كده؟ قال لي كده. لكن المشهد لما شافه بعينه وشاف اكتر واحد كان بيشجعني واكتر واحد كان مبسوط واكتر واحد كان يعني بيثني عليا ودايما لك. لا ودايما انا كنت بقى خلاص بقيت عارف ان الراجل ده فيه صدق لانه الصدق في الوش. صح. مش حد يقول لحد كده. صح. صحيح. صح. ويمكن من مميزات الله يرحمه الكابتن ثابت. وانا كان انا برضو يعني لحقته يعني من حسن حظي ان انا لحقت الكابتن ثابت يمكن اول سنه ليا في الفريق الاول. زي ما انت بتقول كده يعني هو دايما حريص على كيان النادي الاهلي ودايما قال لي كلمه قال لي هاني روح المنتخب وانت بشخصيه النادي الاهلي. سامعك انا مع بشخصيه النادي الاهلي. ودايما دفاعه مش على الفرقه ولا على لا غيرته على النادي طبعا. وعلى الكيان يعني ما كانش بيفرق معاه اشخاص يعني بالزبط. كان في اشخاص كبيره جدا حقيقي مشت من النادي الاهلي مظبوط لانه هم اخلوا بمبدا النادي الاهلي مظبوط. وانت عارف اسامي كبيره عارف. اسامي كبيره قوي طبعا وما دخلتش النادي تاني لانه النادي حتى بيحافظ. حتى في مواقف يمكن افتكرها مع مستر مانويل جوزيه وبعد ما ساب الفرقه بلغ النادي بحاجه النادي سمع كلام مانويل جوزيه ومشى القرار بتاع مانويل جوزيه مع انه ماشي رايح يدرب منتخب انجولا. بالظبط. فهو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي مش يعني التهريج ما ينفعش في النادي الاهلي. صحيح. عايز ارجع تاني كابتن ثابت لان حضرتك وانا متاكده واحنا تحت الهوا قلت لي انا ما كتبتش حاجه عنه بس انا متاكده انك كتبت. والله ابدا كتبت والله. في حاجات انا اكبر في مني في حاجات اكبر مني يعني بتبقى ما بقدرش يعني اتعامل معاها لانها بتبقى بالنسبه لي يعني صعب عليه. بس هي موهبه فعلا يعني سبحان الله موهبه الشعر ده. وعارفه ان انت دلوقتي حضرتك لو ارتجلت حاجه هتطلع حاجه لا مش والله اكبر مني زي النادي الاهلي. ما كتبتش حاجه عن النادي الاهلي. مش عارفه ليه يعني اقرب حاجه ليك برضه النادي الاهلي اكبر مني جدا اكبر حبيب. من كتاباتي واكبر من كتابات اي حد. والله انا في تصوري كده يعني عشان اكتب للنادي الاهلي لازم يجي لي الهام بقى من السماء حاجه كبيره جدا عشان ولا لو قلت هتتاثر بقى لا يعني انا يمكن في يوم من الايام اكتب حاجه عن النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير زي ما انت قلت يا كابتن. ونروح لنجاحات النادي الاهلي خلال الاسبوعين اللي فاتوا. رؤيه كابتن احمد ناجي لمشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بما انك طبعا كنت واحد من اصحاب الانجاز في 2006 شفت مشاركه النادي الاهلي ازاي وتتويجه في النهايه بالبرونزيه. هو طبعا يعني النادي الاهلي راح يلعب بايرن ميونخ وراح يلعب بالميراس والدحيل. انا اشتغلت في قطر طبعا سنتين وعارف يعني ايه الدحيل يعني لبن العصفور بيجي لهم.
اي حد محترف باي رقم باي حاجه. شوف القيمه. وهم طبعا عارفين ان هم بيلعبوا في محفل زي ده فبيستعدوا كويس قوي. فانا كنت قلقان من مباراه الدحيل برضه. كنت خايف من مباراه الدحيل. كنت قلقان مش خايف. يعني قلقان شويه لانه لكن بعد ما شفت المباراه والشوط الثاني طبعا كان شويه متاثرين. هنلاعب بايرن ميونخ وهنلاعب بالميراس يعني في بطل امريكا اللاتينيه وبطل اوروبا. كلمت انا محمد الشناوي كلمني هو قبل مباراه البايرن. قلت له ان شاء الله هتعمل مباراه كويسه وكده. ويعني انا كنت خايف يعني كلمك ياخد نصيحه ولا كان بيتسال بيك كابتن؟ لا بنتكلم احنا بنتكلم بنتكلم. قبل مباراه بالميراس اتكلمنا. قلت له زي ما قلت لك قبل ماتش اوروجواي العالم كله هيتكلم عليك. انا بقول لك في ماتش بالميراس العالم كله هيتكلم عليك. الله. قال لي يا كابتن انا فاكر كلامك ليا واحنا في رحله الكويت. رحله الكويت دي هو كان حارس رابع او حاجه كده كنت منتخب. جايبه من بتروجيت. ودي كانت حاجه طبعا يعني غريبه. هو لا كان في الاهلي ولا في الزمالك. لان ايماني بيه ايمان مقتنع يعني تماما ان ده هيبقى في رحله الكويت دي. قلت له سنه او سنتين انت هتكسر مصر وهتبقى جون النادي الاهلي. هو بره النادي الاهلي كان تبقى جون تبقى جون النادي الاهلي الاول وهتبقى جون المنتخب الاول وهتكسر مصر. هو تلاقيه ما صدقش ساعتها. لا احنا بنتكلم هو خلاص احنا فيه ثقه متبادله. قصدي انه حضرتك كنت مامن بيه في وقت هو ممكن ما يكونش شايف نفسه او مامن بنفسه. هو عنده 15 سنه وهو جاي من الحمول. مامن بيه جدا. بس هو جات له فتره معاه عصام الحضري ومعاه احمد فوزي ومعاه احمد علي عبد المنعم ومعاه شريف اكرامي ومعاه هو اصغر منهم. فطلع خد فرصه وهو بقى بالنسبه لي انا هو افضل محترف مصري. عندك حق. في شخصيته. ايوه. في 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 الرقي اللي حصل له في تفكيره. في تركيزه الشديد جدا في عمله. في الاتموسفير اللي حواليه اسرته واولاده ومراته واهله يعني الجو كله اختلف. محمد الشناوي دلوقتي حد يعني تتكلم معاه في تطور في الشخصيه. لا تتكلم معاه الردود تجي لك زي ما انت عايزها. يعني تجي لك الردود حلوه، تجي لك الردود منطقيه، تجي لك الردود عقلانيه، تجي لك الردود لا انا هعمل كذا عشان كذا. هو بيعمل شغله وبعد كده يطلع يعمل حتى حياته مسيستمها على شغله. فحاجه. طب هو السؤال انت قلت قبل مباراه اورجواي كاس العالم قلت له انت العالم كله هيتكلم عليك، مع انها كانت مباراه في منتصف طبعا كنا كلنا بس احنا كنا في ايطاليا. كنا في ايطاليا شهر اعداد واتفقنا على شغل. قلت له الشغل ده هتعمله بتركيز جدا. هو الشغل معمول لكل الحراس طبيعي. بس انت ركز في ده وانا هفكرك يوم ماتش البرتغال اللي قبل كاس العالم سويسرا وكان متالق فيه جدا طبعا. بعد ماتش البرتغال قلت له بقى هتلعب ماتش اوروجواي ده وانت سايب ايدك وانت عارف كل تفاصيل المباراه وان شاء الله العالم كله بدل ماتشات افريقيا او مصر هيتكلموا عليك. لكن بكره العالم كله هيتكلم. ايه وجه العلاقه بالميراث؟ شفت في ايه في اداء محمد خلال مباراه الدحيل ومباراه البايرن ان انت قلت له لا ده انت عندك بالميراث بكره هتعمل والناس كلها والعالم هيتكلم عليك زي ما اتكلم عليك في كاس العالم 2018؟ لان انا عارف السيكونس بتاع طموحه بيعلى وبعدين ما حصلش هزه في بايرن ميونخ. برافو عليك. فاهم انت ازاي؟ صح. عدت عادي. يعني عادي ما عندوش اخطاء كارثيه، ما عندوش حاجات، النتيجه طبيعيه. فداخل عنده هدف ميدالية. وانا عارف ان هو كمحمد الشناوي بيبقى قاعد عامل زي لعيب التنس اللي بيحط الفوطه ما بين الشوطين. ويقول كنت لعبتها كده، كنت عملت سويرف، كنت مش عارف ايه. حسب نفسه يعني. احنا كنا بنشتغل في تدريبات، بعض التدريبات اسمها الايمجينيشن براكتس، التدريبات التخيليه او التصور.
فهو انا عارفه قاعد بيعمل ايه في قاعد ذاكر اللعيبه وقاعد ذاكر ضربات الجزاء. انت عارف مع ايام المنتخب معانا المحللين فنيين يجيبوا لنا 10 ضربات جزاء لكل واحد بيشوطوا ازاي مش عارف. انا عارف ان هو قاعد ويركز وذاكر وعمل كل حاجه وتمسك واحده او اتنين هتفرق. اتكلمنا بقى بعد المباراه وقال كلام حلو قوي والله انا كنت هعيط يعني. قال لك ايه يا كابتن؟ قال لك ايه؟ قال لي ربنا يخليك دايما في ظهري ودايما سندي ودايما كلام حلو يعني. هو ابناء النادي الاهلي عندهم حته الوفاء. انا مش عايز اقول لك ان انا المدرب محمد الشناوي دربوه ناس كتير جدا كابتن، بس حضرتك يعني يا كابتن ناجي طلع يعني من تحت ايدك حراس مرمى كتار ومنهم الشناوي اللي بيكتب التاريخ دلوقتي زي ما حضرتك لا يعني تتكلم. انا عايز اقول لك حاجه، عايز اقول يعني اقول للناس كمان يعني واحد زي كابتن ابراهيم عبد العزيز، كابتن هاني عارف طبعا ده كان مدربه في الناشئين، ده عمل معاه شغل كويس جدا في التكنيك وفي الحاجات دي، هو استاذ في الحاجات دي. بس كنت كابتن محمد يونس في بتروجيت عمل معاه شغل كويس جدا. بس كابتن احمد ناجي كابتن امام عبد العال كان اللي بيوجد التعامل النفسي مع شخصيه شناوي. لا برضه كنت بتوجدها بتوجهي احمد ناجي. انا عايز اشكر الناس اللي اشتغلت معاه مش بوجهه، دي معروفه عنك، الناس دي ليها حق عليه، وكل واحد اتمرن معاه كابتن بجزء طبعا. طب عايز اسالك سؤال، اتفضل. ايه الفرق بين الحضري والشناوي؟ مساله وقت. الحضري لعب 30 سنه الشناوي لسه عنده وقت هيلعب وهيكسر الدنيا وهيبقى معجزه. انا مسميه الاخطبوط. مسمي الحضري المعجزه ومسميه هو الاخطبوط. فالاخطبوط قدامه وقت وهيكسر الدنيا وهيحطم، ممكن يحطم، هو عنده الوحيد اللي عنده فرصه يحطم ارقام الحضري الاعجازيه. ده حقيقي يعني ارقام الحضري دي في حته تانية صحيح، لكن هو عنده فرصه. طب هاخد جزء فني شويه، ودايما جماهير النادي الاهلي اولا انا اتكلمت معاهم دايما كان عندنا ثقه في محمد في ضربات الجزاء، وهو بيجدها بشكل اكتر من رائع. ضربات الجزاء كابتن احمد تالنتد يعني موهبه خاصه ولا موهبه زي من الناحيه العلميه هاني، وخاصه دلوقتي القانون بقى صعب جدا. ضربات الجزاء هي شوطه من مسافه قصيره، الحارس اللي عنده رده فعل كويسه على المسافات القريبه هو اللي بيوجدها، عنده فرصه اكبر انه يتصدى لضربات الجزاء. ولو ذاكر بقى، ذاكر المنافس كويس، ذاكر ضربات الجزاء بتاعه المنافسين كويس، بيبقى في حاجه اسمها الاستيميشن، التخيل بقى، هو فاهم انت ازاي زي بالظبط. فهو عنده رده فعل كويسه وذاكر، واحده او اتنين بتيجي معاه. الثبات الانفعالي يا كابتن وعدم طبعا، احنا يمكن تفتكر معانا الضربه الاولى بتاعت بالميراس، الولد اللي دخل وبعدين وقف شويه وبعدين بدا ينط وبعدين يخش شويه. اعتقد معظم الحراس ممكن في لا هو واقف، ما احنا بنقول له، احنا دايما نقول له واقف ثابت بطريقه، بنقول للحراس ايه، فبيصعب الامور على البشوط. وقف لحد اخر لحظه والعب على رده فعل الكوره. ليه بقى؟ ضربات الجزاء دي طبعا، ضربات الجزاء دي جت بعد 90 دقيقه، لكن غالبا ضربات الجزاء العاديه بتيجي بعد 120 دقيقه. يعني المخ بتاع كل اللعيبه وصل لذروه الاستهلاك، مستهلك، صح. العلاقه بين الجهاز العصبي والعضلي خلاص. بقت في مرحله مش حلوه. مظبوط. ممكن مارادونا يخش يضيع، ممكن رونالدو يخش يضيع من الاجهاد. الاجهاد بيقلل التركيز بيروح طبعا. فاحنا بنقول لهم في ضربات الجزاء الترجيحيه تقف لاخر لحظه وتلعب على الرياكشن بتاع رد فعل الكوره، وهو ده اللي عمله محمد الشناوي ونجح. وفي واحد كمان عمل حساب محمد الشناوي اللي طلعها بره دي، هو عايز يحطها له في ابعد حته، ابعد نقطه عشان ما يحصلهاش، لانه قلقان منه. اخر واحد كابتن الفريق لا لا ده دي صدعها الشناوي. فطبعا لا كنت عايزه اتكلم هنا انه حضرتك بتقول ان التسديد من مسافه قريبه ده بيعتمد على رد الفعل، بيصعبه. الشاطر بقى في ان هو يصد كور من مسافات قريبه، رده الفعل بتاعته يعني متمرن كويس عليها، بيبقى عنده فرصه اكتر. انه لانه الضربات الجزاء دي جيم ما بين واحد والتاني، الحارس واللاعب، وفيها فينت وفيها تغيير اتجاه وفيها حاجات كتير طبعا.
لكن لكن دايما انا اقول في معظم التدريبات الشورت فوتد او الخطوات القصيره الخطوات القصيره والمسافات القريبه دي بتحسن جدا من قدره الحارس على او مساعدته في ضربات الجزاء. شخصيته نافعه في مركز حراسه المرمى محمد؟ شخصيته دي انا بقيت يعني متيم بيها. متيم بشخصيته كله كده كباكج لاعب وانسان و و و وكابتن وقائد وكل حاجه وكل حاجه حاجه اكثر من رائعه. طب كابتن احمد معانا لعيب كبير وفنان كبير وكان يعني كان عنده تجربه احترافيه في المانيا وانا عشتها وعشتها معاه. هو يكون احمد صلاح حسني؟ اوعى. لا هو احمد. ازيك؟ مساء الفل يا رمزي يا حبيبي. حبيبي احمد عامل ايه اخبارك ايه؟ انا مبدئيا قالوا لي مداخله مع هاني رمزي. انت عارف انا هاني رمزي ما بقدرش اقول لك في اي حاجه. اوعى اوعى حبيبي احمد. دي احنا انا حاجه رمزي ويعني الناس كلها عارفه علاقتي بيك من زمان من اول ما بدانا كوره من اول ما انا بدات كوره يعني وجيت المانيا وانت قد ايه كنت عنصر من العناصر اللي ساعدتني جدا جدا يعني حته الغربه دي لان انت عارف ان احنا في الاول كنا حته احتراف الناشئين دي ما كانتش لسه موجوده يمكن كنت انا اول واحد سافر من الناشئين ورمزي بصراحه يعني من الناس اللي فعلا ساعدوني جدا فانت اخويا الكبير وعلاقتي بيك كلها حب واحترام يا حبيبي يا احمد وانا بحبك جدا على المستوى الشخصي وانت كنت لعيب كبير يعني وفنان كبير وكمان معانا الكابتن احمد ناجي بيمسي عليك. وانا جاي لك في الكلام وانت معاك حبيبي والفنان اللي بجد بقى ده فنان قوي والله ده انت اللي حبيبي مش انت اللي حبيبي انت ابوك اللي حبيبي لا صحيح. انت حبيبي وعارف ان ابويا حبيبك طبعا وكابتن احمد ناجي طبعا يعني في حته الكوره ولو شفنا مثلا حراس مرمى عندنا بقوا فازين زي الحضري فلازم نبقى عارفين كلنا ان احمد ناجي هو السبب بعد ربنا وكلنا عارفين ده. كابتن احمد انت مدرب عظيم حبيبي يا احمد غير كده بقى انت بني ادم احلى بكتير وانا عاشرتك على المستوى الشخصي بقى في المنتخب وفي ابن 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 ابننا ابننا بعض انا وانت في الاوتوبيس ندندن كده. ايوه طبعا انت عارف انه ملحن كبير كمان هو يلحن وحضرتك تكتب طبعا طبعا. ازيك يا سيام عامل ايه؟ ازيك يا احمد؟ ازيك يا حبيبي؟ طبعا الف مبروك عليكي. تسلم لي. الحلو تسلم لي وانتي ورمزي يعني من الناس اللي بحبهم جدا ان انتوا تعملوا برنامج مع بعض ده فدي حاجه مفرحه بس عشان هاله. لا 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 احمد انا عارفاه وعارفاه لا لا وقعدنا واتكلمنا قبل كده وهو فنان فعلا فنان ولاعيب كبير يا احمد وانا يعني مستغربه برضو انت بتشترك مع كابتن احمد ناجي في نقطه ان انت كمان مش بس لعيب كوره انت برضو فنان وفنان كبير طبعا ليه ما لحنتش وكابتن احمد كتب يعني ليه ما عملتوش حاجه كده اديه ده لا ثانية على بس كابتن احمد ناجي ده صوته جميل صوته حلو قوي ده عامل شريط ده عامل كاسيت خلينا نبعد عن الحته دي بقى شويه هو دلوقتي هيتكسف وبتاع ويقول لك نبعد عن الحته دي احمد بيبان الصوت الحلو من التون من التون وانا انا عارف ده بقول لكم احمد ناجي صوته جميل حبيبي يا احمد والله هو فنان في كل حاجه بيعملها دلوقتي طمني بس على الكابتن صلاح صحته عامل ايه والله الحمد لله في نعمه كابتن صلاح كويس طب الحمد لله الحمد لله عارفين كابتن صلاح مربينا كلنا يعني طبعا مربينا انا اول واحد ويعني دايما بقول لك طبعا كابتن كان بيدي بالبكاس على طول بالبوكس تخش لو في اي حاجه الاقي البوكس عادي يعني فحبيبي وزي والدي ربنا يخليه لك ويكون في احسن حال واحسن صحه. احمد انت طبعا كان ليك مشوار ومشوار اعتقد مشوار ناجح جدا في شتوتجارت في المانيا ومشوار احترافي يعني جيد جدا عايز اخدك لكاس العالم للانديه ومشاركه النادي الاهلي في كاس عالم انديه رؤيتك ليه على مستوى على المستوى الفني وخاصه يعني في المباراه قبل النهائيه امام البايرن ميونخ. والله يا رمزي يعني بحكم ان الواحد لعب في الدوري الالماني وده انت هتلاقي نظرتك او تحليلك لاي فرقه بتلعب بايرن او اي فرقه الماني عامه الدوري الالماني ليه سيستم وليه طريقه لعب كده مختلفه عن معظم الدوريات الثانيه بدليل ان على طول بتلاقي بايرن ميونخ موجود في فاينل او سيمي فاينل تشامبيونز ليج بقاله 20 سنه يعني بقاله ربع قرن يا فاينل يا سيمي فاينل بتاع يخسر فاينل يخسر سيمي فاينل بس موجود ده لان الالمان عندهم سيستم وعندهم طريقه لعب
هي اسرع من اي دوري تاني، عشان كده لما الاسبان لما بيلعبوا الالمان بيتعبوا، الطلاينه لما بيلعبوا الالمان بيتعبوا، لان هم عندهم البيس بتاع المباراه مختلف تماما عن اي دوري تاني. ريتم المباراه مظبوط. احنا لعبنا في البوندس ليجا وعارفين انه ما فيش وقت تتنفس، يعني الماتش عباره عن كونتر اتاك طول الوقت، الفرقتين بيلعبوا على المساحات الفاضيه والغلطه بجون. الدوري الالماني عامل كده. بايرن ميونخ بقاله 20 سنه تقريبا بيتغير مدربين وبيتغير لعيبه، بس السيستم واحد صحيح. فان النادي الاهلي بالتغييرات اللي هو فيها، بتغيير الجيل، بتغيير السيستم، بتغيير المدرب، بتغيير طريقه اللعب، بالحاجات دي كلها، انه يعمل مباراه زي دي، يعني مش عايز اقول ان احنا عملنا مباراه حلوه، لان انا ما بجاملش في الكوره، احنا ما عملناش مباراه حلوه صحيح خلاص، بس احنا عملنا على قد امكانيات بتاعتنا، قدرنا نقف قدام بايرن. وللامانه عشان ابقى حقاني برضو، ان بايرن ميونخ كان جاي من سفريه طويله، وعرفنا ان هو قعدوا في المطار مده طويله وبتاع، هو واضح ان لعيبه بايرن كمان ما كانتش في الحاله اللي هم الحمد لله يا احمد ما كانوش في الحاله يعني. طبعا هو طبعا في الحاله البدنيه، بس كان عندهم اصرار كمان يا احمد، زي ما انت عارف دي طبيعه الالمان عامه، انه ما بيهزروش يعني، هم مش جايين مباراه هنلعب النادي الاهلي، فلا فيليك كان بيتكلم بشكل جدي جدا، اللعيبه في الملعب بتلعب بشكل جدي جدا، فيعني الالمان طول الوقت هيبقوا جد مش هيهزروا. بالظبط، ما بيهزروش يعني، كده ده مش اوبشن يعني صحيح. بس يعني اوفرول احنا انا شايف انه لا، يعني لو هنتكلم على مباراه بايرن تحديدا، الفروقات الفنيه والمنتاليتي بتاعت اللعيب باين قوي الفرق يا رامي. صحيح يعني باين قوي. احمد البطوله دي لا، البطوله دي عايز اسالك عن النجوم. هل المونديال السنه دي اعلن عن نجوم في الاهلي من وجهه نظرك انت؟ طبعا تابعت الثلاث مباريات. بصي اقول لك حاجه، اللي عاجبني في فرقه النادي الاهلي حاليا انه لاول مره ما يبقاش فيه نجم واحد في الفرقه، في تيم ورك يعني تيم ورك بالظبط. يعني الفرقه دي الفرقه الوحيده، يعني يمكن احنا حققنا الثلاثيه قبل كده، رحنا كاس القارات مع الفرقه، اعتقد كان في 2006 كابتن. بالظبط 2006 وخدنا برونز برضه، كانت معاهم كابتن احمد، وخدنا برونز وكل حاجه، بس في كان في نجوم في الفرقه طبعا، يعني كان في نجم، الناس كلها مستنيه ان هو اللي هيحل وهو اللي هيجيب جون، كان في نجوم. الفرقه دي ميزتها ان هي فرقه بالعرض، يعني فرقه موزونه جدا، موزونه، ودي خطورتهم، وهي دي هو ده السترينث بتاعهم زي ما بيقولوا، هم فرقه بيعرفوا يلعبوا مع بعض، بيعرفوا يطلعوا احسن نتيجه من اي مباراه. تمام. اتكلمت مع حد فيهم؟ انا اسف، لا اتكلمت مع حد فيهم، اتواصلت مع حد فيهم؟ انا عارفه ان انت تعرف ناس كتيره في الفريق. والله انا بحكم شغلي مش بتواصل قوي باللعيبه، يمكن انا لا، الجيل ده اصله مش قريبين ليا، يعني انا اخر جيل قريب ليا كان حسام غالي. والله يعني هو ده اللي كنت بتواصل معاه، بس انا يعني في تواصل بيني وبين سليا، في تواصل بيني وبين كام لعيب كده، بس الحقيقه ما اتكلمناش خالص، لان انا بصي البطولات اللي بتبقى عامله كده دي بحب اللعيبه تبقى مركزه، لان انا كنت في يوم من الايام لعيب كوره، وعارف انه في مكالمات كده بتبقى يعني مش وقتها. صحيح. يمكن يرجعوا ومبروك، هم عملوا طبعا انجاز حلو قوي. كنت بتكلم يا احمد مع طبعا انت، يعني اولا اعرف الرياكشن بتاعك وردود افعالك وانت بتتفرج على ضربات الجزاء، وكنت تتوقع ايه من ضربات الجزاء، وحاجه منها لمستوى احمد الشناوي، محمد الشناوي اسف، وكابتن احمد يعني قال وجهته الفنيه او وجهه نظره الفنيه، اسمع منك انت كمان كلاعب كوره كبير شعورك ايه وفي ضربات الجزاء، وتقييمك لمحمد الشناوي عامه وخاصه في بطوله كاس العالم للانديه. والله يا رمزي احنا قبل ما نلعب ضربات الجزاء على طول، انا كنت مستريح نوعا ما، لان في المباراه احنا كسرنا حاجز جوه المباراه، حاجز اللعيب البرازيلي اللي شايف نفسه صحيح، عارف انه حريف وعارف انه لعيب جامد، فاحنا كسرناه جوه الماتش خلاص. لما دخلنا في ركلات الترجيح، اوكي، انا عندي ثقه كبيره جدا في الشناوي. الشناوي من حراس المرمى القليلين قوي، ها، اللي ما بيتوقعش زاويه. مظبوط. يعني ساعات بيطلع وقت ناجي يصلح لي، يعني في اوقات بيتوقع، وفي اوقات بتبقى عينه على الكوره قوي، عينه على المهاجم اللي داخل يشوط.
فيمكن انا كنت مطمن نوعا ما لان عارف ان الشناوي عنده الملكه دي وبيعرف ينقص اللعيب اللي داخل يشوط البنالتي، لانه هي دي تفصيله بتاعت لعيبه كوره قوي، ان حارس المرمى بيجبرك في اوقات، بيجبرك على زاويه معينه، بيجبرك على ان انت تلعب الكره في الحته دي، وخاصه انه بيستنى على الخط كتير قوي يا احمد. يعني عنده انت اكيد شوت ضربات جزاء كتير، وعارف اصعب الاجوان اللي بتقابلها وانت بتشوت ضربات الجزاء انه يفضل واقف مستنيك. طبعا طبعا الحارس المرمى الثابت اللي بيستناك لحد اخر لحظه بالظبط. هو ده اصعب حارس مرمى، لان ده عينه على الكوره خلاص، ده مش هيتوقع الزاويه، ده عينه على اللعيب وعلى رجل اللعيب وهيحط الكوره فين والبادي بوزيشن بتاعه عامل ازاي، فده بيبقى اصعب بينالتي. عشان كده كانوا يعلمونا زمان انه حدد الزاويه، لما تلاقي حارس المرمى بيتاخر انت حدد الزاويه وما تغيرش والعبها جامد، صح جامد، صحيح، علشان يبقى الريفلكس بتاع الجون حتى لو رايح معاها يبقى عقبال ما ينزل هي اسرع منه. طبعا احنا عايزينك تشرفنا في مره، ولا شغلك كمذيع هيبعدك يعني عن ان انت تبقى ضيف معانا؟ انا مش مذيع لا مذيع يعني نعم، لا مذيع طبعا، احمد لا طبعا يعني احمد وفنان شامل يعني يا احمد. احمد كنت موعدني وان شاء الله باذن الله. انا عارف طبعا مشغولياتك واحنا مقدرين ده كويس، نفسنا انت والكابتن كمان صلاح. كابتن صلاح دي يعني حلقه هايله دي، يعني كابتن صلاح قيمه كبيره جدا جدا، ويعني ابن من ابناء النادي الاهلي، ونفسنا ان شاء الله وهو اكيد متابعنا دلوقتي يعني بسلم عليه من خلالك انك تكونوا موجودين ان شاء الله في بيتكم، ده بيتكم النادي الاهلي طبعًا. في اي وقت انت بالنسبه لك شوف وقتك ايه وتشرفنا النادي الاهلي، وانا سعيد ان انتم معاكم كابتن ناجي، لان بجد مش مجامله، والناس عارفه ان انا ما بجاملش يعني. حبيبي انت والله من احلى الشخصيات، من احلى الشخصيات اللي اتعاملت معاها. حبيبي حبيبي الوسط بتاعنا رمزي وانت فاهمني كويس، انا يعني عاشرته طبعا ايام المنتخب، حاجه جميله يعني، وبني ادم بوزيتيف، وبني ادم بيحب لما بيحبك بيقولها لك في وشك، ولما بيبقى زعلان منك بيقولها لك في وشك. كابتن ناجي يمكن من الناس اللي ربتني في النادي، ومن الناس اللي ربتني في المنتخب، وانا بحبه جدا، وهو بجد فنان يا جماعه، اوعوا تتخنقوا في ان هو قوي البتاع ده، فنان جامد قوي. انا يا احمد ما تقفلش، وانت بقى يعني ايه بالدلال اللي يعني اللي ليك او يعني العكس، تقول للكابتن احمد يغني لنا حاجه. انا عارف ان صوته حلو والله، بس هو دايما هو يعتذر على طول. انا كنت على طول اقفشه كده في الاوتوبيس جاي قاعد جنبه كده مدخله جوه في الازاز وازنقه خليه يغني لحليم حافظ. احمد انت كمان صوتك حلو، ممكن حضرتك انتوا الاثنين تشتركوا في غنوة؟ لا 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 عشان خاطر يا كابتن والله ما والله صوتك حلو انا عارف، بس نخلص احمد ونتصرف مع بعض. احمد احمد انت نورتنا وشرفتنا حبيبي يا احمد، سعيد بوجودك معانا على التليفون، وان شاء الله باذن الله. اولا طبعا سلم على بابا جدا جدا جدا، ومنتظرينك ان شاء الله هنا في البيت الكبير مع الكابتن الكبير كابتن صلاح حسني. حبيبي يا رمزي حبيبي، وبالتوفيق، وببوس الكابتن احمد ناجي حبيبي حبيبي، حضن كبير جدا جدا ليك وللكابتن صلاح. النادي الاهلي نادي مبادئ، واحنا بنحبه من غير حاجه، صحيح كلنا كده احنا متفقين على ان احنا هو نادي، مش نادي اشخاص، هو نادي كيان بجد. احنا بنخش النادي الاهلي ده بنحبه من قلبنا، سواء انت يعني اتعاملت فيه كويس او اتعاملت فيه وحش، انت مجرد ما لبست تيشرت النادي الاهلي في حاجه بتحصل لك، صحيح، في حاجه جواك بتتغير، وبتفضل بيفضل ولائك للنادي الاهلي كبير جدا. اليوم اللي رجعت فيه من اوروبا عشان ارجع للنادي الاهلي كان ولاء مش اكتر من كده، صحيح كان صحيح، كان مش اي حاجه غير حب في النادي، صحيح، ومش حب في افراد، هو حب في النادي الاهلي. فانا النادي الاهلي هيفضل غصب عن اي حد، غصب عن اي حد بيتي، ولانه اختياري، هو اختياري زي جمهور النادي الاهلي، انا بشجع النادي الاهلي زي الجمهور كده بالظبط، صحيح. وبشكركم جدا، وانت رمزي نورتنا يا ابو حميد حبيبي، يعني وبالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله. حبيبي يا احمد، الله يخليك، شكرا يا شكرا كابتن فنان والكابتن الكبير احمد صلاح حسني، شكرا جزيلا على وجودك معانا. عايزك تغني لي احمد، اديني فرصتي. طيب غني طيب. عشان هنطلع فاصل ومصرين عليه غني. اي حاجه تيجي على بال حضرتك. في اغنيه كده كنت عاملها لمصر زمان عامل زي المطربين الناس معادن وانت الماس، يا مصر ناسك
احسن ناس الناس معادن وانت الماس يا مصر ناسك احسن ناس يا مش شباب احنا شبابك الوف الوف حوالين بابك نكحل العين بترابك نشرفك قدام الناس الناس معادن وانت الماس يا مصر ناسك احسن ناس نغيب نغيب ونغنيلك مش لاجل زرعك ولا نيلك ولا الناخل ولا مواويلك لا ده احنا بنحبك وخلاص الناس معادن وانت الماس الله حبيبي يا مصر ناسك احسن ناس الله والله العظيم قمر ريحة وكلام منير والله قمر قمر صوتك قمر ما شاء الله اطلعوا فاصل بقى البيت الكبير مستمر انا ما غنيتش بقالي فتره طويله جدا بس قمر والله ما دربتوش انا عايزه اقول لكم بما ان يعني استمتعنا بصوت كابتن الكبير احمد ناجي يا ابني نزل حاجه ساعه لسانه وهو بقاله كتير ما غناش وانا عارفه ان بقالك كتير ما غنتش بس ما فيش نشاز ما نشستش يعني لا بقى 10 مرات ولا 10 مرات بس عايزه اقول لكم حاجه واحنا يعني فقدنا من ايام قليله جدا او يمكن ساعات حتى الفنان الكبير قوي علي حميده رحمه الله عليه وكان الحقيقه بيصارع كتير جدا مع المرض اخر حاجه يمكن كان المرض الوحش وما كانوش قايلين له في ايامه الاخيره بس يعني ربنا يرحمه طبعا كلنا بنترحم عليه ونقرا له الفاتحه اغنيه لولاكي كانت بتاعتك يعني صح اللي نزل بيها وكسر الدنيا وبقى فيها علي حميده دي كانت معروضه عليك يا كابتن احمد برضو عايز اقول لك ان علي حميده ده اولا دكتور اله العود في المعهد العالي للموسيقى العربية أفضل عواد في الشرق الأوسط إنسان مش عايز أقولك قد إيه أكثر من رائع وعادتنا كانت دايما عند أيام ما كنت أنا بشتغل في الكاسيت عند الملحن الكبير سامي الحفناوي تحياتنا ليه من هنا والشاعر الكبير رحمة الله عليه مصطفى الشندويلي فكان أنا الكلام اللي بغنيه كلام يعني حاول تلاقي لخطوتك مطرح ازرع نهار شجر نهار يطرح افرد قلوعك في الرياح خيمة افرد ايديك عافر مع الغيمة ولو قلوبنا والايدين صحبة هيجي يوم تتغرب الغربة فالكلام اللي في الاغاني اللي انا بغنيها في سكة تانية خالص يعني زي الاغنية اللي انا غنيتها دي اسم عادل الماس ويا مصر ناسك احسن ناس يعني انا 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 يعني كبلوف لعيب كورة هيغني مش هغني يعني حاجه يعني تجاري كلام خفيف تجاري يعني أو يعني كده فكنت مصمم ان انا حتى علي كان بيسمع الاغاني لان كنا في شركه واحده شركه مزيكا واحده يعني فعلي كان بيسمع الاغاني وكان بيقول للمنتج استاذ عاطف منتصر وشركه الاي ام اي شركة يونانية يعني كنت في شركة كبيرة جدا كمان يعني مش بادئ كحيتي ولا حاجة بادئ حاجة من عالي جامدة فقال لهم انزل قبل الكابتن بلوف لعيب كورة وبيغني نزلوا لي شريطي بس يعني اجلوا الكابتن اسبوعين ثلاثة وانا انزل ابيع شوية حبيبي هو اللي بيقول وانا طبعا سامي بيقول لي الاستاذ عزت عبد الوهاب المؤلف ربنا يديله الصحه لو عايش ربنا يرحمه لو ميت خلي حاجه خفيفه في الشريط وكده فانا رفضت رفض تاني يعني انت نزل نزلونا الشركه في يوم واحد الشريطين نزلوا في نفس اليوم في يوم واحد انا بقيت اعدي على المحلات احنا كان زمان ايه انت تعدي على الاقي لولاكي بايع مليون وانا بايع خمسه والنبي ما ندمتش لا خالص والله لا طبعا انا عمري الحمد لله انا لما انا ابويا قال لي حاجه مهمه جدا عايش عليها حياتي ما تعملش حاجه نص نص صح خلي النص نص لحد تاني رحمه الله عليه علي ربنا علي انا عمري ما قيمت علي من اغنيه لولاكي
علي ده عنده حاجات تانية. دي حقيقة، عنده تراث مطروحي بدوي ليبي كله. عواد على أعلى مستوى، إنسان على أعلى مستوى. مش من لولاكي، لولاكي دي حاجة يعني كوميرشال كده، يعني كان ربنا كاتب له عشان يعمل نجاح والناس تعرفه، لكن علي حاجة جميلة. ربنا يرحمه يا رب. وانت بقى فنان وفي نفس الوقت فنان في تدريب حراس المرمى، تاريخ كبير جدا يا كابتن احمد، ودايما بنتكلم على التطوير، ودايما بنتكلم على المدربين العاديين، مديرين الفنيين، انه لازم يطور نفسه في طبعا. ادوات جديده، في وما حدش يقول انا كبرت فما واكبش التكنولوجيا، ما فيش الكلام ده. طالما اللي عايز يبقى شاطر في مهنته بالزبط. لازم يبص يبقى اب تو ديتنج على كل حاجه. وانا سامع ان انت كمان كابتن احمد بيشتغل اب ديتنج على كل ما هو جديد. قول لنا يعني التطور في تدريبات حراس المرمى من ساعه حضرتك ما كنت يعني من بداياتك. انا عاوز بس الاول يعني اشكر باشمهندس فرج عامر، يعني لانه وفر لنا الاجهزه الحديثه ليه انا وللكابتن احمد سامي. صحيح. يعني والنهارده بيجدد للكابتن احمد سامي برؤيه وخبره وحكمه، حاجه جميله جدا. لانه احمد يعني انا بقول احمد، انا هو كابتن احمد والكوتش احمد وكل حاجه، بس هو زي اكبر من ولادي سنه صغيره يعني. ففعلا مدرب كبير جدا ومشروع لمصر حقيقه. انا عمري ما بنافق ولا عمري ما، ومش محتاج الحاجات دي، ولا انا ممكن ابطل بكره الصبح وما عنديش مشكله. اللي عملته يشفع لي، لكن الراجل ده احمد سامي فعلا يستحق ان باشمهندس فرج عامر النهارده يقعد يجدد له. وفعلا هو مشروع كبير. انا بفكرك ان بعد شويه هتلاقي احمد سامي في مكان تاني، لانه فعلا مركز في كل حاجه زي ما انت بتقول كده، في اللي بيحصل واللي هيحصل. انا سعيد جدا ان انا بشتغل معاه. وطبعا محبتي للمهندس فرج عامر ملهاش دعوه حتى بالتدريب. احنا اصحاب من بدري. احنا هنحاول نجيب المهندس فرج عامر معانا على هو معانا على التليفون. باشمهندس اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، انا بمسي على حضرتك. اهلا بيك. بمسي على الكابتن احمد ناجي طبعا، وبمسي على الكابتن علي رمزي. اهلا بيك يا باشمهندس. والعفو العفو العفو. دلوقتي احنا كنا بنشكر حضرتك على ان انت مش مأخر علينا اي حاجه. لا العفو العفو العفو. كل الاجهزه الحديثه اللي احنا محتاجينها في الشغل وفي التدريب. العفو ده انا ليا. والنهارده كمان بحكمتك ورؤيتك الحلوه بتجدد لاحمد سامي مدرب كبير جدا. حضرتك طبعا ولسيادتك، ده احنا لنا الشرف. الله يخليك. قيمه كبيره قوي يا كابتن. ربنا يخليك. حضرتك انا لما عاشرت حضرتك واقتربت من حضرتك بجد بجد انسان راقي بكل ما تحمله كلمه من معنى. العفو يا كابتن احمد. اولا انت حبيبي من زمان قوي قوي طبعا. وانا بحبك وبحترمك وبحب الكابتن هاني رمزي، وبحبه وبحب كل الاهلاويه طبعا. ربنا يخليك يا باشمهندس، كل التوفيق طبعا لسموحه، وبنقول لك مبروك تجديد. وده هو ده الاستقرار اللي يمكن بالنادي بيه جميع الانديه. دي الحكمه اللي انا بقولها. بالظبط. يعني الرؤيه المستقبليه لازم مهمه جدا، والكابتن احمد بيشيد بان حضرتك كمان على المستوى، على مستوى متطلبات المدير الفني والاجهزه الفنيه دايما حضرتك بتوفرها بشكل ايجابي. بنقول لحضرتك بالتوفيق ان شاء الله لفرقه سموحه. لكن نروح للنادي الاهلي، رؤيه طبعا الباشمهندس فرج عامل لمشوار النادي الاهلي وحصوله على البرونزيه وحصوله على ثالث العالم في قطر. حاجه عظيمه طبعا، شيء مشرف جدا، مشرف لمصر كلها والتاريخ الكره في مصر والتاريخ النادي الاهلي. ويعني وحاجه نموذج يعني يحتذى به، يعني حاجه قياده الكابتن محمود الخطيب طبعا، واستاذ النادي الاهلي وفلسفه النادي الاهلي والروح اللي موجوده في النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي واصرار الناس كلها على الانتصار والعزيمه والاراده والصبر والاستمرار في الكفاح وفي العمل المستمر. طبعا هو ده اللي وصل الاهلي لهذا الكلام. الاهلي ده مش لاعب، لا ده تيم كامل. صحيح. يعني حضرتك بتجد ان اي لاعب بيدخل في الاهلي سواء يعني لاعب كبير لاعب صغير بينصهر النادي الاهلي، فالبطل هو الاهلي نفسه. صحيح. يعني مفيش حد بيسعى ان بطوله فرديه
لا البطل الآلي هو البطل، هو البطل الحقيقي. ففي إنكار للذات، حتى إحنا لما بنشوف حد من لاعبي الآلي المميزين بيروح فريق تاني بنجده مختلف، اختلاف في طريقة اللعب وفي الأسلوب وفي التفكير والكلام ده. فشخصية الآلي بتطغى على كل من في الآلي، سواء إداري، سواء مدير فني، سواء لاعب. طبعا كابتن الخطيب طبعا بيجي ورا بعد الكابتن حسن حمدي مثلا، قيادة جبارة، قيادة ممتازة، راجل صبور جدا، راجل هادي جدا، عارف كل حاجة، واضح، عنده القدرة على اتخاذ صحيح. القرار، إنسان صادق، أمين، بيحب الأهلي جدا، عنده الإكرام للذات. فطبعا أنا بحييه وبحيي كل منظومة الأهلي، طبعا مش عايزة كلام، بحيي باشمهندس. أعلام الأهلي. اتفضل. اتفضلي. ال ال الاهلي خلاص يمكن قفل صفحه الموسم اللي فات وبدا مشوار جديد وتاريخ جديد، وان شاء الله يعني خلاص مستهل مشواره في دوري ابطال افريقيا العشره باذن الله من يوم غد، يعني احنا بقينا نقدر نقول الثلاث، بكره ان شاء الله. كلمني يا باشمهندس عن رؤيتك لمباراه الاهلي والمريخ، بتمثل ايه بالنسبه صعبة للنادي الاهلي وكذلك اللعيبه؟ هي مباراه صعبه طبعا، سهلة يعني، احنا ما يجيبش ان احنا نرتكن الى ان الاهلي البطل، لان الاهلي لما هيلعب في الخرطوم، اولا المريخ عنده هو الثاني، النادي الثاني في الشعبيه، لكن عنده خمس تدعيمات. نعم، عنده خمس تدعيمات كمان في صفوفه. عنده اولا شعبيه كبيره جدا، وجماهير بالرغم ان هم ناس طيبين لكن بتشجع بجنون. غير كده ان هو عمل تدعيمات كبيره قوي في الفرقه بتاعته، فالفرقه بتاعته مش سهله يعني. المباراه دي وان كانت اول مباراه للاهلي، دي المفروض تبقى مباراه نهائيه. يعني ده زي دي نهائي، مش صحيح. مش في دور، مش مباراه في مجموعه. لا دي مباراه قويه جدا جدا، وانا شايف ان اللي هيكسب المباراه دي هو اللي هيبقى بطل المجموعه بتاعته. المباراه اللي جايه دي انا بتمنى طبعا للاهلي كل التوفيق، لكن بقول لهم واكيد طبعا هم عندهم الفكر ده، عايزه تركيز شديد من اول لحظه لاخر لحظه، لان كمان الملاعب في السودان مش مستويه بالقدر الكافي، او يعني بتعرض اللاعبين للاصابه، واللعيبه مستاهله انها تلعب على الملاعب في السودان. يعني مباراه صعبه بكل المقاييس، فيها كفاح، ونتمنى ان الاهلي يخرج منها منتصرا ان شاء الله. انا بتفق مع حضرتك، بتفق مع حضرتك، لان دايما البدايات، بدايات في اي بطوله بتبقى بدايات مهمه جدا جدا. المريخ السوداني من الفرق المحترمه، ان شاء الله النادي يبدا اول خطواته للعشره ان شاء الله بنجاح امام المريخ السوداني. لكن عايز اعرف من حضرتك، سموحه في مشواره في الدوري في المركز الثامن دلوقتي ب 17 نقطه، طموحات المهندس فرج عن السموحه، وخاصه كمان المباراه اللي جايه لسه بتكلم مع الكابتن احمد، مباراه الكؤوس مع ديكيرنس في الدور ال 32، شايف ازاي المباراه اللي جايه وطموحات سموحه ان شاء الله في الدوري السنه دي؟ والله انا كل مباراه، يعني احنا مش عايز اقول لو كنا كسبنا المباراه اللي فاتت دي كنا دخلنا، لسه بتكلم مع الكابتن احمد، مباريات كتير يمكن التعادل كان كتير شويه بعض المباريات، لو كنتوا يمكن كسبتوها كان زمان كل الوقت في المربع الذهبي. هقول لسيادتك حاجه، في تعادلات بسبب اخطاء مننا كتيره، وفي احنا برضو في ثلاث مباريات تعرضنا لظلم تحكيمي كبير قوي. المباراه اللي فاتت دي كانت شرسه جدا، لكن طبعا اللاعب بتاعنا او نجمنا ونجم الاهلي هو اخطا، ان هو ضرب طبعا لاعب من محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم يعني هو راجل واعد جدا يعني، لكن هو ما قدرش يحافظ على اعصابه، فكان ناتج عن ذلك ان احنا تعادلنا. يعني انا شايف ان خروج محمد عبد المنعم، وده راجل يعني ركن اساسي ولعيب يعني مهم جدا في فريق سموحه، ادى الى ان احنا تعادلنا ولعبنا ب 10 لاعبين من بدري قوي، من بدري قوي، فده ادى فرصه لان الجيش يعني ايه هجوم متتالي، كانوا بيلعبوا كانت مباراه حماسيه جدا صحيح، لكن كتب لنا ان احنا يعني ما خسرناش هذه المباراه صحيح، لكن صحيح. ان شاء الله احنا عندنا امل في اللي جاي، خاصه ان احنا عندنا عدد كبير من اللاعبين، فرقه متكامله، في عدد الغالبيه العظمى فيها لاعبين صغار السن وناس ولاعبين موهوبين ولهم مستقبل كبير وعندهم عزيمه واراده،
والكابتن احمد سامي والكابتن احمد ناجي وكل الجهاز الفني والكابتن هاني الاجهزي طبعا وكابتن احمد صالح كابتن احمد لا صالح. يا باشمهندس ما شاء الله عندكم فرقه محترمه، لعيبه متوسط اعمارها صغير، جهاز فني على اعلى مستوى. طبعا بنتمنى لك كل التوفيق مع سموحه، وان شاء الله تتحقق طموحاتك السنه دي، وان شاء الله حتى على المستقبل البعيد يكون في تخطيط على مستوى جيد يليق باسم نادي سموحه. مهندس فرج عامر بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا. فاصل، وبعد الفاصل نكمل كلامنا مع الكابتن الكبير احمد ناجي. رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير احمد ناجي في البيت الكبير. كابتن احمد، كنا بنتكلم على تطوير المدرب، ودايما المدرب الناجح اللي بيطور نفسه باساليب تكنولوجيا جديده، باساليب حديثه في التدريب، لان التدريب كل يوم فيه جديد. طبعا حضرتك من الناس اللي بتحب الجديد وبتحب دايما تطور نفسها. كلمنا عن اسلوب تدريبك لحراس مرمى نادي سموحه. زي ما قلت لك، يعني ايه المساله بتبقى يعني كل مدى خطط اللعب وتطوير خطط اللعب وتجهيز اللاعب يعني الادوات الحديثه بقت تتسبب في ان عضله اللاعب بقت اقوى، النيرف بتاعها بقى اقوى، الميكانيزم بتاعها بقى عالي جدا، فانت لازم تواكب ده. ايوه بال يعني الانسان البشري او الحاجات مش هتحدث، او التكنولوجيا تستخدم التكنولوجيا. يعني انا هتفرجك على التدريبات دلوقتي، الفيديوهات دي حضرتك يعني قاعد يعني على يعني جهاز كده. طبعا دول الثلاث، ده الهاني وعمر ومحمد اشرف. ده بديل عن الشوطه كابتن. قول لنا برده الفرق يعني في التمرين الثاني، لما يجيبوا التمرين الثاني الهاني هتشوف الكيرف بيروح ازاي، الكيرف بتاع الكره بيروح ازاي، حتى ولا مارادونا ولا انت بقى حضرتك اللي بتتحكم في الكيرف ده، عشان الناس ما تقولش ده بيحط بس على الكره. لا 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 لا، بتتحكم برده، ده اصعب من انت تشوط. بالظبط، انت بتتحكم بقى في سرعه الكوره، بتتحكم في كيرف الكوره اكتر جدا من وانت بتشوط، اكتر كتير. ايوه دي اللقطه دي، بص ده بقى، ده التكنيك ده ايه يا كابتن؟ دي بتروح كيرف إيه؟ بتروح زي ما انا عايز، واطيه تحت فوق. هاني بياخد طبعا فتره الراحه الكافيه، وبعدين بيشتغل على حاجات صعبه جدا من فوق الحائط البشري اللي معمول دوت، هو مش شايف حاجه. طبعا شوف الكره بعد ما تعدي، فكلها دي درجات صعوبه. انت بقى اللي بتتحكم فيها. طبعا انا الاله دي تحت مني. بص الزرار انا غيرته بقى القوه، شفت الزرار انا غيرت، لو رجع اللقطه دي تاني، رجع الحته دي تاني كده، هتلاقيني لعبت في حاجه تحت. بالظبط اللي قبل دي. يعني انت بتتحكم من خلال الماشين ده طبعا اتجاه الكوره. ايوه بالظبط. انا بقى هديله ارتفاع تاني واطي، عشان هو كمان ما يستسلمش نفسه على سرعه معينه او ارتفاع معين او. بس كابتن احمد، هو الجهاز ده طبعا مش موجود في مصر غير في سموحه طبعا، صح؟ على يدك يعني. طبعا شكرت الباشمهندس فرج، طبعا هو اللي مش متاخرش علينا في اي حاجه. احدث وسائل التدريب دايما تجدوه على فكره. الشناوي غار من الجهاز. انا عايز اتمرن بيه. طب ما تبعت لنا. شايفه يا كابتن؟ هو انا بحيك الفيديوهات دي؟ شايف الفيديوهات. بص يا كابتن بحييك، لان خلي بالك الناس ده اولا بيساعد حارس المرمى. يعني انت طبيعي يعني لو بشر هتشوط كره بعيد شويه قريبه شويه، لكن لا لا لا، ده هو كده 100% بالظبط انتاج. بالظبط المنتج بنسبه 100%، يعني في وقت صغير تعمل تقدر تعمل شغل كبير. لا لا، ده جزء بسيط جدا من التمرين. ده دقيقه ولا حاجه التمرين، بيطلعوا على حسب اللود اللي محطوط بقى والرسم البياني بتاع التدريب. انا بتكلم ان انت استخدام التكنولوجي دي كمان بيوفر وقت والانتاج بيكون كبير. ايوه طبعا، يعني بدل ما انت اساسا ساعة. لو جبت مارادونا وميسي ورونالدو هيضيعوا كور بره، هيشوطوا كور، لكن الجهاز ده مضمون ان انت بتاخد الانتاج بنسبه 100%. وشوف كمان في الكروسات وفي الحاجات دي حاجه يعني حاجه محترمه. لا يعني الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طبعًا دي طبعًا. حاجات الجديد والحاجات اللي بتساعد حتى المهندسين، حتى الدكاتره، حتى كل الناس اتطورت في طبعًا. التكنولوجيا ساعدت، بقى في ليزر، بقى في عمليه بالليزر بدل خياطه 30 حاجات ما كناش عمرنا نتخيلها، بتخش بالليزر. هي نفس الحكايه. وانت لازم انت ما تتصلبش او دماغك ما تتحجرش، تقول بالعكس. ازاي انا استخدم التكنولوجيا ازاي؟ بالعكس، ده بالعكس حاجه بتساعد وحاجه بتطور وحاجه
يعني في كوره في الماتش اللي فات ماتش الجيش صعبه جدا على الارض، بس احنا متمرنين عليها بشكل تقريبا يومي. كان الهاني حاجه كان الهاني الوقت اشتغل عليها بشكل كويس جدا، وهاني اداؤه اتطور قوي كمان الحمد لله، ولسه اداؤه اتطور في نقطه كمان مهمه وانت اشتغلت عليها كويس، حته تضييع الوقت بزياده. لا لا ده دلوقتي بيعملها كونتر اتاك وبيعملها انا طبعا حلوة. انا ملاحظ الحاجات دي، انا هاني كان معايا كمان في نادي الاتحاد السكندري وكمان الاولاد التانيين عمر صلاح ومحمد اشرف، في ولد اسمه حسين تيمور واعد جدا، يعني صغير. مستقبل حراسه المرمى في امان دايما، بس ما نتفرج سالنا نقول له احنا انا مش محتاج البوزيشن ده، احنا مش محتاجين فيه حد. حلو قوي، احنا بنشكرك بنتمنى لك كل التوفيق. وانا اللي بشكركم القادم مع سموحه، زعلان منكم انتوا خليتوني غنيت، لكن ليه يا حبيبي؟ لا والله العظيم والله ما نشست، والله ما نشست، صوتك حلو قوي بس طبعا مش بتدربه، ده طبيعي يعني. يلا لا نورتنا وشرفتنا، كفايه سموحه علينا. كابتن احمد نورتنا وشرفتنا حبيبي، وترجع بالسلامه ان شاء الله. بالسلامه ودايما منورنا كده في البيت الكبير. نتمنى لك طبعا التوفيق في سموحه، وانت مدرب كبير وابن من كيان النادي الاهلي، ودايما بتنورنا في البيت الكبير. مبسوط جدا 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 ان انا شفتكم وكنت معاكم، مبسوط جدا جدا ان احنا اتقابلنا عشان نحتفل ببرونزيه كاس العالم للانديه للنادي الاهلي، لان انا حاسس الشعور ده كويس جدا، لان انا عشته طبعا وكنت فيه ثلاث اربع مرات صح، يعني يمكن اربع مرات ثلاث مرات وفي التصفيات ما رحتش لكن الحمد لله ببارك الكابتن محمود الخطيب طبعا، لان هو اتعرض لانتقادات كتير جدا جدا جدا. بقول له انت انسان حلو قوي وانسان طيب قوي وانسان جواك يعني في صفاء نفسي، عشان كده ربنا بيكرمك وهيكرمك، والنادي الاهلي كل اعضاء مجلس الاداره كلهم بلا استثناء بيشتغلوا يعني بيد واحده وروح واحده، وهو ده اللي منجح النادي الاهلي. شكرا ليك يا كابتن احمد، شرفتنا جدا جدا جدا، بتنور يعني، شكرا جزيلا. مشاهدينا احنا خلصت حلقتنا، بكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء ده من 10 لـ1 في البيت الكبير. صباح على خير.